فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. إكمال نعمة الله تعالى عليكم.
من حر رمضان لحر يوم القيامة، ومن شدة شمسه لذنوب الشمس في الموقف العظيم، ومن ظمأ نهاره لظمأ ذلك اليوم الطويل، حين يسيل عرق الناس بحسب أعمالهم، ولا ظل إلا لمن أظله الله في ظله، ولا ماء إلا في الحوض المورود، حين يجده ناس ويحجب ويحجب عنه آخرون. أيها المؤمنون، لقد اجتمعت أمم الكفر بسالف التاريخ إلى حاضره على الرسل وأتباعهم، فكان تعلق الرسل وأتباعهم بالله تعالى التعلق بالله بعد رمضان. فذلك سيرة الأنبياء، تأملوا في سيرة نوح عليه السلام، وهو وحيد طريد ما آمن معه إلا قليل، فوقف في وجوه الملل من قومه وأمرهم بالاجتماع عليه والانتقام منه في صورة من التحدي والإعجاز تدعو للإكبار والإعجاب. قال سبحانه: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ما سلامته في تحدي قومه؟ ما سلاحه في تحدي قومه؟ ولماذا لم ينتقموا منه؟ كان سلاحه: فعلى الله توكلت، فعلى الله توكلت. هذا هو شعاره، هذا هو سلاحه. فحماه الله تعالى منهم، فلم يقابل التحدي بفعل ولا بقول، وهم أقوى وأكثر. وبذلك يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتلو علينا نبأ نوح لنتعلم من سيرته التعلق بالله تعالى دون سواه. ووقف هود عليه السلام أمام قومه داعيا إلى ربه، صادعا بدعوته، مسفها آلهة قومه، يتحداهم وحده وهم جماعة، وليسوا أي جماعة، إنهم قوم عاد، أهل القوة والبطش والجبروت. قال سبحانه: وإني أشهد الله واشهدوا عليه السلام جاءه وهو يهوى
فالجواب الخليل: أما إليك يا جبريل فلا. أما إليك يا جبريل فلا. شعاره توكلت على الله، شعاره حسبي الله. فإنه الركن إن خانتك أركانه. أيها الصائمون، عباد الله، يا عباد الرحمن، اليوم كثير من الأفراد والمجتمعات، بل أقول والدول والجماعات، يعلقون أمالهم على غيرهم من البشر طلبا للرزق ودفعا للضر وجلبا للنصر وتحقيقا للطموح وتلبية للرغبات، ويبذلون من أجل الطلب
حبان في صحيحه قال قال الصلوات ربي وسلامه: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه، سخط الله عليه واسخط عليه الناس. وان المواقف لخير دليل. وخذ على سبيل الحصر الشاعر ابن هاني لما قام ومدح المعز الفاطمي يمدحه بمدائح لا تليق الا بالله تعالى، وصفه باوصاف لا تليق الا بالله وربنا جل وعلا. فلما وقف الشاعر امام هذا المعز الفاطمي ماذا قال؟ قال: ما شئت لا ما شاءت الاقدار، فالحكم فالحكم فانت الواحد القهار، هذا الذي ترجى النجاة بحبه وبه يحط مصر والاوصال. عياذا بالله، لقد جعله بوصفك هذا اله من دون الله تعالى. ولكن هل نفعه هذا؟ هل نفعه مدحه تجاه المعز؟ كلا ثم كلا وربي، فقد سخط عليه المعز بعد زمن وحبسه في السجن وابتلي بمرض، فكان يعوي كالكلب ويردد ابيات من الشعر يندب حاله ويقول فيها: أبعين مفتقر، أبعين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالق، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت أمالي بغير الخالق، علقت أمالي بغير الخالق. يقول ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين، قال الله تعالى: ومن يؤمن الله ومن يؤمن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخدمه، ومن جهة ما تعلق به قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال رحمه الله في مدارج السالكين: ومثل المتعلق بغير الله، مثل المتعلق قلبه متعلق بحبيبة بخليلة بصديق له، الصداق أصحاب السوء رفقاء السوء، قلبه معلق بغير الله تعالى، قلبه معلق بالزنا يشتاق إلى الخمر، قلبه معلق بغير الله تعالى. قال: ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستضيق من الحر والبرد بيت العنكبوت أو من البيوت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاء بالإحسان، أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك حين النثور بساحته، تكيف النزول بساحة الرحمن، يهوى عيد في ملكه ما له ثاني. يا من إذا قلت يا مولاي يا مولاي يا لباني، أعصيك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفر هو الغفور الرحيم. Allah.
والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ليحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. والحمد لله الذي جعل جنات الفردوس نزلا يتنافس فيها المتنافسون. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود والكرم والجود. عباد الله، ايها الصائمون، يا من اضنعتم نهاركم واتعبتم لياليكم بالسجود، عباد الله، اننا اليوم والامه والشباب نساء ورجالا الكل بحاجه الى تعبير قلوبنا بالايمان والعمل بهذا الدين، والتعلق بالله تعالى لتستقيم وتتبدل اوضاعنا ونخرج من الاحباط الذي تعيش امتنا، ولنعلم ولتعلم وليعلم الناس وليعلم الكل انه قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك. فكن مع الله يكون كل شيء معك، فكن مع الله يكون كل شيء معك، كن مع الله يطوع الله لك كل شيء. ايها المهموم، ايها الفقير، ايها العازي، ايها المشتاق الى الولد، ايها المريض، اذا اصابك هم فقل يا الله، الجا الى الله. اصابك مصيبه قل يا الله، الجا الى الله. ذاك الله في كل الاحوال، ذاك الله في كل الاحوال. ان لم تلجا الى الله الى من تلجا الا عليك؟ ان لم تلجا الى الله، فإلى من تلجا؟ اللهم اجعلنا اليك لا شيء يا ارحم الراحمين. هذا وصلوا وسلموا على خير البريه وافضل البشريه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فقد امركم الله بذلك فقال في كتابه: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. رضي الله عن الخلفاء الاربعه عمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تتم فرحتنا بتحرير الاقصى يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تتم فرحتنا بتحرير الاقصى وفلسطين يا ارحم الراحمين. اللهم اتم فرحتنا بهزيمه اليهود واعوانهم. اللهم اتم فرحتنا بتوحيد المسلمين في الشام وفي مصر وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كل شبر من ارضك يا ارحم الراحمين. اللهم انت رب هذه الارض وما فيها، اطفي نار الفتنه فيها. اللهم انت رب هذه الارض وما فيها، اطفي نار الفتنه فيها يا ارحم الراحمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين ولبس كرب المكروبين واخذ الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين. اللهم كما ادخلت السرور على قلوبنا في يوم عيدنا فادخل السرور على موتى المسلمين في قبورهم. اللهم تقبل فيهم دعاءنا واستغفارنا انك على ذلك قدير. اللهم انس وحشتهم وارحم غربتهم واغفر زلتهم واقبل حسناتهم يا ارحم الراحمين. اللهم ادر لهذه الامه امرا رشيدا تعز به اهل طاعتك وتذل به على معصيتك. اللهم من اراد لبلدنا هذا او بلاد المسلمين سوءا فاضل كيده في نحره، فاضل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا عليم يا سميع يا سميع الدعاء. اللهم امين في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما
حي يا قيوم، اللهم اصلح له بطانسه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كل من انفق في سبيل في رضا في هذا المسجد او في هذا المسجد، اللهم اقبل صدقه، اللهم اقبل صدقه، اللهم اجعله يستظل في ظل صدقه يوم لا ظل الا ظلك يا رب العالمين. اللهم يا ارحم الراحمين تقبل صدقه المتصدقين، تقبل صدقه المتصدقين، تقبل صدقه المتصدقين. اللهم امين، اللهم امين. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. غفر الله لنا ولكم. تصافحوا، تصافحوا، تعانقوا، اخرجوا تلك الدخائن، اخرجوا تلك الاحقاد، تلك القلوب السوداء، قروا بها جانبا. تصافحوا وتعانقوا، وقل لصاحبك وقل لاخيك وقل لجارك ولامك ولاخيك سلام قول من رب رحيم. هذه القلوب التي يتدخل بها الجنه، رجعنا ما في قلوبهم من خير استفاده اهل الجنه، ان تدخل بقلب صافي ابيض نقي داخل لا شر لا مر لا اي شيء. الله سبحانه وتعالى ذنبنا ليرضى لهذه القلوب ان تدخل دار رضوانه وان تزوره سبحانه وان تجلس بحضره قدسيته سبحانه. وانما يرضى بتلك القلوب النقيه الصفيه الطاهره النقيه التي خشعت للرحمن وعلمت ما معنى العيد. العيد هو السرور على كل مسلم، العيد ان تدخل السرور على اهله وقبيلته وعشيرته واعمامه واخواله وكل من قطعت صلته به. هؤلاء هذا العيد، العيد ان تجعل هذا القلب ان تخرج منه ما في قلبك، لذلك السواد تلك الدقائق تلك الاحقاد هذه تلك الاوصاف ان ترضي بها جانبا. وقل ربي، قل ربي استغفرك ربي، استغفرك ربي مع النفس. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، وتقبل منا يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام